بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بحضراتكم وبنشكركم على تواجدكم معانا والتكبد معاناة السفر والحضور للمكان، وبنقول لكم كل سنة طيبين حلول عيد الأضحى المبارك. مشرفينا النهاردة في عيد قناة السويس في القطاع الجنوبي، وأحب إن أنا بتواجدكم معانا إن أنا عايز أقول إحنا عملنا إيه خلال فترة ال4 سنين السابقين، ووصلنا لإيه دلوقتي، وهل اللي اتعمل من نجاح أدى إلى نجاح ولا إحنا ما كناش بنحقق نجاح وبالتالي ما أديناش النجاح. ده اللي هنقوله دلوقتي وبالأرقام وبالشرح بالتفصيل بعد إذن حضراتكم، مش هنطول إن شاء الله، لكن إحنا نحب نقول إحنا هي قناة السويس والرجالة بتاعت قناة السويس بتعمل إيه طوال فترة عملها خلال السنة. برضه إحنا جايين عشان نرد على تساؤلات وشائعات كتير اللي بتطول كل مشروع قومي بيتعمل في مصر، يعني زي ما اتعمل قناة السويس الجديدة واتقال عليه ترعه وانه ملوش لازمه، برضو احنا شغالين في القطاع الجنوبي بيتقال برضو ده ملوش طائل وملوش لازمه، فاحنا برضو جايين عشان نرد على التساؤلات ونرد على الشائعات علشان ما نوصلش منطقه الاحباط للمصريين ان احنا كل مشروع قومي بنعمله بيصد عليه سياده الرئيس انه ملوش لازمه وانه ده بخساير وبتاع. الكلام ده مش صحيح، كل مشروع قومي بيعمله سياده الرئيس مشروع ناجح وواعد وهيوصل المصريين لباحسن حال ان شاء الله. احنا اخترنا المكان ده في السويس، ما عملناهوش في الاسماعيليه عشان نبقى في قلب الحدث اللي هو في القطاع الجنوبي اللي احنا بنعمل فيه عمليه التطوير دلوقتي واللي احنا شغالين فيها واللي ان شاء الله هنخلصها خلال الفتره اللي كنا متحدده واللي كان مصدق لنا بيها سياده الرئيس اللي هم السنتين والست شهور الاحتياطي. احنا هنوصل للست شهور الاحتياطي، يمكن في جزء منهم مش هنخلص ست شهور، لكن في جزء تاني يمكن نخلص ست شهور لظروف هنحكيها واحنا بنشرح المشروع. يعني استراتيجية الهيئة للتطوير هي عبارة عن رؤية ورسالة. يعني أولا الرؤية بتاعتنا أن الشريان الملاحي اللي احنا متواجدين فيه في قناة السويس ده لازم يكون آمن وقاعدة مستدامة للصناعة، ودي أهم حاجة عندنا يمكن دي في سياستنا، أن هي المجرى الملاحي لقناة السويس مجرى ملاحي آمن، وعشان كده عملية الأمن في المجرى الملاحي بتاخد مننا يمكن مجهود كبير وبتاخد من عندنا دراسة كتير وبتاخد مننا متابعة كبيرة جدا علشان نتأكد ان كل مركب بتاخد الخدمة بتاعتها المظبوطة اللي تخليها تعبر قناة السويس آمنة في 11 ساعة. فبرضو احنا الرسالة بتاعتنا اللي هي الحفاظ على التدفق الآمن زي ما احنا نقوله مستدام لحركة التجارة العالمية، كمان مش بنتكلم بس على ان كل مركب تعدي، لا ده احنا بنتكلم على حركة التجارة العالمية، احنا بنمثل 12% بيعبروا في قناة السويس من التجارة العالمية بالكامل، وده على فكرة رقم كبير، مع ان احنا بنقدم برضو مظلة متكاملة من الحلول التكنولوجية والمعدات والخدمات اللوجستية لكل السفن اللي بتعبر قناة السويس. المحاور الاستراتيجية بتاعتنا 5 محاور، اولهم تطوير المجرى الملاحي، ثانيهم تحديث الاسطول البحري، وبعدين تعظيم الاستفادة من اصول الهيئة وتنوع مصادر الدخل والاستدامة والمحافظة على البيئة. اولا تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس. احنا الحقيقة احنا في المجرى الملاحي التطوير مستمر، يعني احنا لما بنشتغل في مجرى غير ان احنا مثلا قناة السويس الجديدة وغير القطاع الجنوبي، لا احنا في حاجات اخرى بتعمل، زي مثلا لما عملنا 5 جراشات علشان الطوارئ للسفن اللي هي ممكن يحصل فيها طارئ من الطوارئ، وبالتالي بتحتاج ان انت تربطها في الجراج دون او في مكان الباركينج ده علشان ما تعطلش بقيه الكونفوي اللي احنا بنقول عليه الامن المستدام للملاحه، ان احنا بتحافظ على ال 11 ساعه اللي احنا متفقين عليها مع المستخدم او مع العميل ان هو هيعبر قناه السويس في 11 ساعه، وبالتالي لما يحصل عطل مفاجئ في سفينه من السفن لازم يكون ليها مكان تتربط فيه وامن، برضو مكان امن وتقدر تعمل له عمليه الاصلاح الموجوده. فاحنا عملنا قناه السويس كلها كان فيها 5 جراشات قبل كده، خلصنا كمان 5 جراشات تانيين، يعني عندنا 10 جراشات موجودين في قناه السويس الجديده وقناه السويس القديمه علشان رباط السفن، علاوه على 500 شمعة رباط وقيسون برضه للرباط، الحاجات اللي هي العاجلة للسفينة تقف فترات قصيرة جدا غير الجراش ده هيقعد يصلح ياخد وقت أطول يعني، وحسننا المدخل الشمالي والجنوبي للمدخل بتاع قناة السويس، وعمقنا التفريعة الغربية لقناة السويس، وبعد كده دخلنا على المشروع الأكبر والأضخم والقومي اللي هو مشروع القطاع الجنوبي لقناة السويس. بداية المشروع كانت في يونيو 21، هو يعدل المشروع الأكبر لقناة السويس وفي القطاع الجنوبي بالذات اللي ما حصلوش أي تطوير من سنة 1990، محدش اقترب من القطاع الجنوبي الصعب دون اللي القاع بتاعه صخري واللي العرض بتاعه ضيق والتيارات المائية بتأثر فيه، كل دي كانت صعوبة ان انت تبدأ فيها او تجازف ان انت تشتغل فيها. الحقيقة احنا اقتحمنا الموضوع دون
ودرسنا الموضوع كويس قوي. الموضوع كان موجود، ما كانش يعني احنا بنقولش ان احنا اخترعناه، الموضوع كان موجود في الادراج، طلعناه ودرسناه كويس جدا وعرضنا على سياده الرئيس، وسياده الرئيس ناقشه معانا كتير جدا واتدرس كويس قوي برضه في الرئاسه، واتصدق عليه كمشروع قومي لقناه السويس. انا عايز اقول ان المشروع ده هيبقى هو حجر الزاويه لاستكمال الدبلنج لقناه السويس، او ان تبقى كلها بالكامل قناه ازدواجيه كامله. يعني احنا بنحط اساس مش بس مجرد مشروع، لا ده هيفضل مستمر معانا. يعني احنا لو بنزود ال 40 متر في جهه الشرق في المشروع ده، يعني في 30 كيلو، وبنزود الاعماق من 66 قدم ل 72 قدم، يعني من 24 متر ل 72 متر، وبنعمل في البحيرات المره الصغرى 10 كيلو ازدواج عشان يبقى عندنا قناتين 250 متر تانيين، يعني الجزء ده 250 متر، بنعمل كمان 250 يبقى 500 متر، يبقى عندنا قناتين في الجزء ده رايح جاي، يضافوا الى قناه السويس الجديده اللي هي 72 يبقى 82 متر، يعني بنتكلم على حوالي 17% كمان زياده في قناه السويس الجديده. فقصدي ده مشروع مستدام هيصلح للاستدامه في قناه السويس، ناهيك عن العائد من هذا المشروع. طيب هل المشروع ده ليه طائل، ليه عائد، ليه لزوم؟ ايوه انا بقول لا، ليه طائل وليه عائد وليه لزوم جدا جدا جدا. ويمكن احنا مشكله السفينه ايفر جيفن يمكن شعرتنا اكتر بالموضوع ده، لان كانت السفينه ايفر جيفن كانت في كيلو 152، احنا المشروع بتاعنا بنعمله في 40 كيلو، منهم 30 كيلو في كيلو 132 لكيلو 162 اللي هم في الجنوب ده لغايه مدخل السويس، دول اللي كان فيهم الحادثه بتاعت ايفر جيفن. القطاع ده قطاع زي ما بقول العرض فيه حوالي 250 متر، القاع فيه صخري، صخري مش صخري بس، صخري صلد كمان جامد يعني، والتيارات المائيه اللي جايه من الخليج السويس تيارات مائيه كبيره جدا بتاثر على دفه المركب. البحار فيه في الجزء ده بيبقى فيه صعوبه من البحار، والابطان بيبقى مشدود جدا وهو بيبحر في الجزء ده اللي هم 30 كيلو اللي احنا بنقول عليهم دول. فطب ايه العائد؟ العائد ايوه العائد ان انا ده بقدم خدمه جيدة للأباطين بتوع المراكب، إنه يريحه في ووفر وقلل عملية الحوادث اللي ممكن تحصل في الجزء ده، زي ما حصل إيفر جيفن وفضلت القناة بالكامل مقفولة مدة 6 أيام. زي ما قلنا إن إحنا لما نعمل موضوع التوسعة ل 40 متر جهة الشرق والتعميق من 66 ل 72 قدم، هيقلل عملية تأثير التيارات المائية من الجنوب على دفة المركب، ويقلل الانحناءات الكتيرة الموجودة في الجزء ده اللي هم 30 كيلو. طيب هل اتدرس الكلام ده؟ اتدرس كويس جدا بالمعادلات، اتدرس بالمعادلات. يحقق ايه؟ يحقق 28% نسبة أمان ملاحي زيادة عن اللي كانت موجودة، يعني بيتكلم على ثلث زيادة في الأمان الملاحي بالمعادلات والحسابات اللي اتحسبت في التخطيط وفي الوحدة الاقتصادية. برضه احنا الجزء الثاني اللي هو بنعمله في البحيرات المرة الصغرى بنتكلم على ان احنا هنعملها بقت قناتين مش قناة واحدة، وبالتالي هيسمح لنا بان احنا يبقى عدد السفن الموجودة داخل مجرى ملاحي يزيد من 6 ل 8 سفينة. طب ليهم لازمة؟ ايوه ليهم لازمة. احنا كان عدد السفن اللي بيمر في قناة السويس قبل كده في حدود من 45 مركب ل 50 مركب، بعد قناة السويس الجديدة بقى 60 مركب ل 65 مركب. احنا الايام دي ما بتقلش عدد السفن الحمد لله، ربنا يزيد، ما بتقلش عن 70 ل 75 مركب، النهاردة الحمد لله 76 مركب. فمعنى ان يزداد عدد السفن داخل مجرى ملاحي قناة السويس ان انت مش هتقدر تستوعب كل العدد ده جوه المجرى بالمساحة المائية اللي موجودة حاليا، فلازم نزيد من المساحة المائية عشان نستوعب عدد من السفن اكتر، وإلا هضطر اعمل عمليات انتظار اخرى. بعد ما كنا بنعمل انتظار من 8 ل 10 ساعة هرجع ارجع تاني الانتظار لبعض السفن علشان تستوعب العدد الكبير من السفن اللي بيجي دلوقتي. احنا كان عندنا في شهر مارس السنة دي كان عندنا 107 سفينة بيعدوا في يوم واحد. لو انا ما عنديش الامكانيات اللي انا بعملها دي والقدرات والخدمات اللي انا بقدمها دي، انا ما اقدرش اعدي العدد ده كله في يوم واحد، وبالتالي بقى انا التعاقد اللي مع العميل معايا ان انا هعديك في 11 ساعه مش هيتم. فكان مهم جدا ان احنا نعمل برضو عمليه الازدواج في ال 10 كيلو دول في البحيرات المرة الصغرى عشان يبقى عندي السماحيه ان انا استطيع ان انا ازود عدد السفن من 6 ل 8 سفينه في هذا الجزء، وبالتالي يبقى استفدت. يعني معنى كده ان احنا بنقول ان اللي بيحصل التطوير في القطاع الجنوبي دون تطوير كان مهم وكان لازم وكان بيتأجل من فترات طويلة، لكن احنا خدنا المجازفة وبنعمله دلوقتي لمصلحة القناة ومصلحة العملاء. يمكن ما فيهوش عائد مادي دلوقتي يبان دلوقتي، لكن مش كل المشاريع القومية لازم العائد بتاعها المادي بيبقى موجود دلوقتي. لكن انا برضو بطمنكم ان المشروع ده لما اتعمل
احنا كنا صدقنا من سيادة الرئيس على المشروع نفسه، صدقنا كمان على المدة اللي هي تبقى سنتين وست شهور احتياطي، وصدقنا ان احنا نعمله كركات الهيئة. يعني هو سيادته حتى عرض يعني انت مش هتأجر كركات بره زي ما عملنا في قناة السويس الجديدة، قلنا لا مش عايزين نأثر على الدولة ان احنا يبقى في عملة صعبة، لا احنا هنشتغل بالكركات بتاعتنا بالعملة المصرية مكلفش حاجة، يا دوب احنا بنشتغل بالوقود بس ومرتباته دي حاجات شغالة يعني، وبالتالي انا مش هأثر على ميزانية الدولة ولا أثر على اي مبلغ بالعملة الصعبة ان انا أجر كركات زي ما تم قبل كده. عشان كده يمكن المدة بتاعتنا طالت عشان بالكركات بتاعتنا. وحاجة تانية كمان مهمة، كان برضو انا بشتغل، كان مهم جدا ان انا وانا شغال ان ما اوقفش قناة السويس ولا اوقف مجرى من المجرين الاثنين يعني علشان اشتغل في عملية التهريب، لان انا ما عملتش حاجة. وبالتالي كنا بنشتغل في التوقيتات اللي ما فيهاش سفن موجودة في القناة في المجرى، يعني بعد ما بتفضل مجرى ملاحي كله، فكنا بنشتغل في حدود من 4 ل6 ل7 ساعات بكتير قوي في اليوم. يمكن ده برضو احنا في حساباتنا ان احنا شكلها المدة هتطول معانا، يعني بنتكلم على 30 كيلو بس، بنتكلم على 10 كيلو في بحيرة مر الصغرى. لكن انا بشتغل امتى؟ انا بشتغل عشان ما اعطلش حركة الملاحة، مختلفة طبعا عن قناة السويس الجديدة. قناة السويس الجديدة كان القناة لسه ما كانتش شغالة، وكانت بنعمل حفر على الجاف وبنعمل، ما كانتش، والقناة القديمة شغالة، فما كانتش في مشكلة نشتغل ليل نهار 24 ساعة. ففي اختلاف شوية، فاحنا كنا بنشتغل عشان ما نعطلش، والقناة ما تعطلتش ساعة واحدة عشان المشروع ده. انا ما بشتغلش غير لما القناة تبقى فاضية تماما من السبب. دي كانت حسابتنا ان احنا نقعد سنتين ونص او سنتين يعني 6 شهور احتياطي، هنوصل للست شهور احتياطي مش مشكلة، لكن انا ما عطلتش حركة الملاحة وهعمل مشروع واعد ومشروع هيخدم السفن بعد كده، ان انا اولا اقلل الحوادث اللي ممكن تحصل في القطاع الجنوبي دون او ممكن تحصل، وبالتالي القطاع الجنوبي ده ما فيهوش ازدواج، لما بتحصل فيه حادثه بتقف القناه. فانت لما بتعمل كده بتدي مساحه لحركه المناوره، بتدي مساحه للتحرك السفن برياحيه اكتر في الجزء دون بعد ما كانت صعبه، هتدي له 30% زياده في الامان الملاحي في الجزء دون، بتقلل تاثير التيارات الماليه على دفه السفينه، بتزود من 6-8 سفينه في القناه اكتر مما كانت قبل كده. هنشوف فيديو دلوقتي برضو عشان ناكد ان احنا الكلام بيقول، مش انا بس بقول كده، احنا عملنا لقاءات مع روابنة المراكب ويتكلموا على القطاع الجنوبي واهميه القطاع الجنوبي بالنسبه لهم، هم بيشعروا بايه دلوقتي في القطاع الجنوبي. نسمع كده ونشوف. I would like to first of all my appreciation for the pilots and for all the port authority which makes our maneuver very easy through the canal. And as we know that most of the trade volume, a large volume of the world trade is moving through the Suez Canal, so it is very vital for the world economy. So actually what we can see, what is my personal experience here at Suez Canal, it's that we got always good experienced pilots which are which know what are they doing, of course, and the pilots are with experience, so we can see that that they are doing this job very often, daily actually. I'm passing the canal since many years. I at sea since 30 years now. I'm starting yesterday, and the canal has changed a lot. It was very long at the at this time. Now it's shorter. So I have different like the changes here seen throughout my career. So before being a single lane and then double lane, and you know, many things changing throughout this. Of course, always where is some narrow channel and crossing the channels like Suez Canal, Panama Canal, Kiel Canal or other canal. Very important is that all safety parameters are on the place. Lately we heard about this, the Southern Sector new project which is coming from kilometer 122 to 132, about doubling the canal. And the double lane north of the lake is a good thing for us. It reduces the time spent on the canal. So it will increase, of course, the capacity of the vessels which can passing over there. And what is very important, so on that part over there, it will give possibility of the two-way traffic over there. It means actually that in case of some
emergency happen on the one channel, then it will be possible to use another one without stoppage transit to the channel at all. Naturally, this will affect major parties about the safety in case there is something wrong with the one canal or any unwanted event is there, which is phase two, about from kilometer 132 to kilometer 162, about widening the canal. So widening, and even in fact it will be a deeper. This is again, if I look at the safety point, it will be more better for the vessels to maneuver. That currents are quite strong. By widening the canal, this current will reduce, and also some bank effect will also, you know, affect with this. Make the channel wider on the, for the 40 meters to the east. The size of the vessels will be also account for, so the channel will be able to receive more wider vessels for the transit, which is of course increase the capacity of the goods and the transport to the channel. I'm captain since 10 years, and with the size of the ship increasing, it's more and more difficult to cross this canal with this type, particularly the south. So the work in progress actually to enlarge the canal will be a good point for us. And with this widening, this current effect will reduce and will make the transit more safer. So the wider the canal will be, the best for us it will be, and the deeper it will be safer for us. There is a plan to deepen the draft to dredge the channels and to make it more wide, to double up it. So it makes me very happy. So that way the ship maneuvering will be more easy, the interactions will, forces will be less, and ship can pass easily, and more ships and bigger ships, as you see, the ships are getting bigger and bigger. So the ships can pass very easily, and it will help in for overall world economy. And as a sailor, I feel good because maneuvering will be very easy, very smooth. So it is my deepest appreciation to Suez Canal Authority. So I hope in the future to come, of course, again to cross the canal with the new condition and the new safety condition, to see what all the improvement it will give to us. So I would say, generally, if I am looking at wider picture on both the projects, which is Suez Canal Authority is, you know, coming up, this will give, as a master on board, for us more kind of comfortable zone and safe. So if we see that, I mean, looking at safety and all, it will give us more comfortable zone, so that we are not more nervous and all, looking at the currents and all. So in general, as I said, about the vessels. So this is a very good thinking from the port control, I mean, from the authorities, to come up with these projects. It's of course much better for the transit and for the safety of the vessel transit over there. And so when it will be completed, the project, it will be very good thing, to improve the the channel to be more safe for the transit. So this is another, I will say, is a huge thinking and good thing as far as the vessel's safety, looking at all that part. I want to say to the end, of course, I would like to see that these projects will be completed, and I would like to take advantages of these projects to sail and to the Suez Canal in the future. Thank you. لاحظنا حضراتكم ان كل كلامهم ان اهميه المشروع القطاع الجنوبي ده ايه هو الامان. يعني هو ما بيدورش طبعا اي قبطان مركب بيدور على عبور سفينته بامان. هو ده اللي احنا كنا بندور عليه برضو، ان احنا دي خدمه بنقدمها للعملاء، ودي مهمه جدا، لان برضو دي بتخلي انظار العالم كله لقناه السويس، وخاصه يمكن بعد حادثه ايفر جيفن والمجهود اللي بذل في حادثه ايفر جيفن والنجاح اللي اتنفذ فيها، ان احنا نقدم خدمات ل التوكيلات الملاحيه والخطوط الملاحيه، لان ده بيجذب لك عدد اكبر من السفن انها تيجي عندك، وده اللي بيحصل دلوقتي. يعني انت برضو لو انت
ما بتعملش تطوير دون وما بتقدمش خدمات جيده وما بتعملش حاجه مش هيجي لك العدد اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اللي بقى دلوقتي تقريبا بقى بيقلش في اليوم الحمد لله عن 70 سفينه او 72 سفينه. فالخدمه مطلوبه، الامان الملاحي مطلوب جدا زي ما هم كلهم اجمعوا على ان الامان الملاحي هيبقى احسن بعد انتهاء من مشروع بالكامل للقطاع الجنوبي. احنا خلصنا في 30 كيلو المشروع، احنا متقسم لجزئين، قلنا 30 كيلو من الكيلو 132 للكيلو 162 خلصنا 90% او 92% منهم. ان شاء الله فاضل لنا شهر او شهر نص ننهي المشروع بالكامل، وكده هيبقى وزن الوقت اللي كنا مصدقينه عليه سياده الرئيس. يمكن ال10 كيلو اللي موجودين في القطاع اللي هو في بحيره المر الصغرى يمكن احنا مخلصين فيهم دلوقتي حوالي 60%، هنوصل للست شهور الاحتياطي اللي احنا كنا طالبينهم ونخلصهم، بحيث على اخر السنه دي ان شاء الله نبقى احنا مخلصين المشروع بالكامل كما وعدنا سياده الرئيس والمصريين. الحقيقه برضو ان احنا من ضمن المشاريع اللي احنا بنعملها مش بس مشاريع في قناه السويس، لا احنا يعني شغالين في تطوير طبعا مشروعات قوميه طبعا بتكليف من سياده الرئيس، تطوير مواني العريش ودمياط وجرجوب ومينا الادبيه، البحيرات كلها بالكامل اللي في مصر احنا شغالين فيها في بالتكريك فيها سواء المنزله او ايدكو او ماريوت، كل البحيرات شغالين فيها، نهر النيل والاختناقات اللي موجوده في نهر النيل بنشترك فيها برضه. ليه بنقول الكلام ده؟ ان احنا بقى عندنا خبره في موضوع التكريك والتوسعه، وبالتالي احنا بنشتغل في الحاجات دي واحنا عندنا الخبره دي والقدره على التنفيذ بامان وفي وقت قليل. المحور الثاني او الجناح الثاني للتطوير في الهيئه هو تطوير الاسطول البحري لهيئه قناه السويس. والاسطول البحري لهيئه قناه السويس بيتكون من كراكات والقاطرات ولانشات الارشاد وبعض بقى الحاملات الاتربه على الحاجات، لكن الاساسيين هم الثلاثه دول. طب احنا عملنا ايه خلال الفتره دي برضو ان احنا في التطوير ده؟ احنا عملنا كتير. يعني الكراكات طبعا احنا لسه كان من السنه اللي فاتت واللي قبلها كان سياده الرئيس بيدشن قطرتين، اكبر قطرتين في الشرق الاوسط اللي بيعملوا 3600 متر مكعب تكريك في الساعه، ده رقم كبير جدا، وبيشتغلوا في القطاع الجنوبي. ده يمكن اللي شجعنا ان احنا نشتغل في القطاع الجنوبي ان بقى عندنا كراكات ممكن تشتغل في الصخر وفي التربه الصعبه، فدي احدث كراكتين موجودين في الشرق الاوسط انضموا لهيئه قناه السويس. بالنسبه للقاطرات حقيقة ان موضوع القطارات ده يعني أهمية حيوية وقصوى لقناة السويس، لأن القطارات دي بتستخدم أولا في اصطحاب السفن داخل المجرى الملاحي من أول ما تخش من بورسعيد للسويس أو العكس، بتبقى لازم يبقى معاها قطارات علشان تقدم أي خدمة داخل المجرى الملاحي، لأن المجرى الملاحي ما بيتحملش إن أنت تسيب سفينة يحصل لها مشكلة وبعدين تبدأ تتعامل معاها، لازم تبقى جاهز إن أنت تتعامل مع الموقف الطارئ. يعني السفن دي اساسا القطارات موجوده عشان كده تقدم خدمه، تربط السفينه لو حصل فيها اي عطل يساعد في حاجه، فدايما القطارات دي بتبقى موجوده مصاحبه للسفن، علاوه على انها بتستخدم في الانقاذ كمان للسفن، وبالتالي بتبقى ليها اهميه كبيره قوي. عدد السفن برضو بتاع قناه السويس لما زاد اصبح بقى لازم تزود عدد القطارات الموجوده عندك في قناه السويس. يعني انا دلوقتي بستخدم في حدود 45 قاطره في اليوم، طبعا العدد بقى بيزيد ممكن يزيد، فانا لازم يبقى دايما جاهز ان انا ابقى عندي. طب عملنا ايه؟ احنا عملنا 4 قطارات في ترسانة بورسعيد بقوة شد 70 طن، ودول دشنهم سيادة الرئيس برضو خلصوا الحمد لله. عملنا اتفقنا مع شركة جوانز الصينية لعمل 6 قطارات، 3 يتعملوا في الصين و3 يتعملوا في ترسانة بورسعيد بتواجدهم الصينيين معانا لنقل التكنولوجيا برضو ونتعلم منهم يشتغلوا ازاي ويقلل الزمن ازاي ويقلل الهدر ازاي في المعد، كل دي كانت مهمه. 3 قطارات بتوع الصين خلصوا وجم في قناه السويس وانضموا للخدمه دلوقتي شغالين معانا موجودين، والثلاثه التانيين بيبنوا في ترسانة بورسعيد، اول واحده منهم ان شاء الله تخلص في شهر نوفمبر الموجود ده دلوقتي شهر نوفمبر اللي جاي، والثانيه في شهر فبراير وفي شهر 6، يعني كل 3 شهور نطلع قطره، ادي 6 قطارات. نيجي برضو اللي دول قوة الشد بتاعته 75 طن، يعني احنا برضو احنا بنتدرج في قوة الشد، احنا بنينا عندنا يعني في 6 قطارات بنيناهم 9 طن و8 طن برضو عشان اقلل استهلاك القوة على الفاضي، يعني لما تحتاج حاجة تحتاج قوة شد 9 طن ما اخدش فيها 75 طن، فبالتالي احنا بانيين برضو في ترسانة بورسعيد وفي ترسانة والشركات عندنا قطارات صغيرة بتشد 8 طن 9 طن لشد الصالات لنقل حديد لحاجات البسيطة دي عشان ما استهلكش وحدة كبيرة، فدول برضو دول 6 تانيين للاستخدام اللي هو الداخلي جوه قناة السويس. فاحنا بقى عندنا دلوقتي 9 طن، عندنا 70 طن، عندنا 75 طن. عرضت على سيادة الرئيس ان انا عايز اعمل طجات اكبر شوية من 75، فكلمنا على تكاترات، قلت له عايز 4 قطرات 90 طن ونعملهم مع التعاون مع القطاع الخاص زي ما سيادته دايما بيقول ان احنا نشجع القطاع الخاص مع شركه ترسانة الجنوب البحر الاحمر.
دي شركة خاصة وهيعملوا لنا قطارات 90 طن قوه شد 90 طن. فسيادته قال لي تعمل 4 ليه؟ اعمل 10. محتاجهم ولا مش محتاجهم؟ قلت له بصراحه محتاجهم. قال لي اعمل 10. ودي حقيقه برضو احنا يعني فرصه ان احنا نقدم الشكر لسياده الرئيس لدعمه الكامل لقناه السويس ومتابعته اليوميه للقناه، وانه ما يتاخرش علينا في حاجه. هو يشعر يعني انا بقول 4 يعني انا بقول 4 وقد برجل واخر رجل يعني. فقال لي لا اعمل 10. فيبقى عندنا 10 قطارات ان شاء الله على مدار سنتين يخلصوا قوه شد 90 طن. برضه التدرب في قوه شد عشان الحاجات دي بقى انت من اول 90 طن تبدا تشتغل القطارات دي، تنفع مصاحبه وتنفع في عمليات الانقاذ للسفن الكبيره. برضه احنا من حادثه ايفر جيفن الدروس المستفاده ان احنا عايزين قطارات انقاذ تكون قوه شد اكتر كمان من كده. فاتفقنا مع ترسانه اسكندريه البحريه تتبع قوات البحريه والقوات المسلحه ان نعمل قطرتين قوه شد 190 طن عشان تستخدم في عمليات الانقاذ البحري الكبيره، سواء ربنا ما يجيب حاجه وحشه في قناه السويس او لا قدر الله السويس، لكن ممكن تستخدم قناه تاجر بره او تشتغل في معاونه الانقاذ في خارج قناه السويس. ودول برضو احنا اتفقنا يعني احنا بنتكلم على حدود 28 قطره في خلال سنتين ونص، وصل منهم لغايه دلوقتي 10. بنتكلم في ان احنا في خلال سنتين سنتين يكون ال 28 قطره كلهم مكتملين في هايكوسيس، وبالتالي يبقى نقلنا الاسطول القطارات نقله جديده خالص، او احنا عملنا اسطول ثاني موازي للاسطول الموجود بامكانيات وقدرات. زي ما بيقول سياده الرئيس لازم يكون عندك انت هيئه كبيره، ما تعتبرش نفسك هيئه مصريه بس، لا انت هيئه عالميه. لازم الحاجه اللي عندك تكون احسن حاجه واعلى قيمه واعلى قدره موجوده فيها، فده اللي احنا بنعمله. بنينا 10 لاشات ارشاد. برضو احنا يهمنا ان المرشد لما يطلع على المركب او رايح المركب يكون في لانش ذات قيمه جيده، يوصل للسفينه برضو بيبص على اللانش ده شكله ازاي. هو المرشد برضو وهو رايح بينتقل من مكان لمكان لازم ينتقل في وسيله مريحه ادميه تليق بيه كمرشد مصري بيقدم خدمه ممتازه لمصر بالكامل، مش بيقدم خدمه لهيئه قناه السويس، بيقدم لمصر. احنا بنشكر المرشدين من هنا على الدور اللي بيقوموه كبير، لان احنا بنتكلم مثلا في اكبر 107 سفينه عدوا في اليوم. طب هل احنا شفنا الجهد اللي اتعمل عشان يعدي 107 سفينه في اليوم؟ شفنا الجهد اللي اتعمل عشان يعدي 23800 سفينه السنه اللي فاتت، لسه هنقول على الرقم دلوقتي قياسي اتعمل السنه دي. الجهد اللي بيتعمل سواء مش بس من الهيئه، من المرشدين، ان انت المرشد دون يبقى بينفذ الكلام دون، بينفذه في التوقيت المناسب بتاعه، معرفش سفينه تتاخر، معرفش هو يتاخر عن المكان بتاعه، واللي بيطلب تاني في كل تاني في نفس اليوم بينفذ برضه. يعني ده جهد جبار احنا بنشكرهم عليه، لانه فعلا يستاهلوا الشكر على المجهود اللي بتعمل في قناه السويس. فلنشات الارشاد احنا خلاص بنينا 10 لنشات في شركات الهيئه. على فكره احنا اللي بيقدر نعمله في شركات الهيئه بنستفيد وبنعمله في شركات الهيئه وبعمال الهيئه وموظفين الهيئه والبحريين بتوع الهيئه، علاوه على ان احنا برضو مشروع مكافحه التلوث بالنسبه للهيئه مهم جدا، ان الهيئه ما يبقاش فيها تلوث. احنا عندنا معدات مكافحه التلوث، الهيئه طول عمرها فيها المعدات والبومز والحاجات اللي بتجمع التلوث، لكن كمان اشترينا 3 لنشات مكافحه التلوث من فرنسا، جم موجودين في الخدمه دلوقتي عندنا، احدث معدات تجمع المخلفات السائله والمخلفات الصلبه، والثلاثه حطينا منهم واحده في السويس وواحده بورسعيد وواحده في الاسماعيليه، مشتركين معاهم كمان بيهم يعني. ومن الحاجات اللي عندنا في المشروع القومي المصري في مكافحه التلوث في اي حته، يعني احنا كمان مع وزاره البيئه احنا مشتركين في المشروع القومي. يعني قصدي احنا شغلنا ما بيقتصرش على الهيئه بس، لا احنا بنقدم خدمات مجتمعيه وبنشترك في المشروعات القوميه وممتدين خارج الهيئه في جميع المشاريع اللي ممكن نعملها. مؤشر الامان اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان في يعني برضو نقطه مهمه، ان الفتره اللي فاتت يمكن سمعنا عن حوادث كتير بتتكرر في قناه السويس، عطل في سفينه فتشحط، عطل في الدفه فتشحط، عطل في المكنات الموضوع دون عادي جدا وكان بيحصل قبل كده، بس احنا ما كناش مركزين مع قناه السويس لغايه حادثه ايفر جيفن. بعد حادثه ايفر جيفن المصريين بحقيقه يعني من حبهم لقناه السويس وخوفهم عليها بقوا مركزين جدا مع القناه، لما بتحصل اي حادثه بيقلقوا انها تبقى زي حادثه ايفر جيفن. لا انا بطمن المصريين طبعا، احنا بنعدي بنقول 75 سفينه في اليوم، وعدينا 107 مثلا شهر مارس، وبنعدي 23800 سفينه السنه اللي فاتت. طبعا وارد ان يحصل حادثه واثنين وثلاثه، مش ما هياش صعب لان المراكب كلها ما هياش جديده. الحادثه دي بتحصل ازاي؟ عطل في المكنه، عطل زي العربيه بتاعتك بتعطل في اي حته، عطل في وسيله التوجيه،
فبالتالي اول لما تعطل بتفقد السيطره على المركب، فبتتجه لاي اتجاه في الضفه مش فبتشحط وانت بتتعامل معاه. طبعا النسب ايه؟ يعني احنا الاعداد اللي احنا سمعناها دي احنا بنتكلم عن نسبه 9% حوادث من عدد المراكب اللي بيمر. طبعا نسبه ضئيله جدا يعني تكاد تكون صفر. 9% من عدد المراكب مروا في قناه السويس كاحصاء عملناه، يعني عشان لما الناس بدات تتكلم ان في حوادث كتير بتحصل في قناه السويس، لا ده مش كتير ولا حاجه، لا ده وضع طبيعي. لكن هو المهم ايه؟ هي المهم الحادثه اللي حصلت، ولا المهم ان انت بتتعامل ازاي مع الحادثه؟ يعني هو ده بقى المهم، ان انت برضو اول حاجه عندك اللي احنا الرؤيه اللي قلناها والاستراتيجيه بتاعت الهيئه اللي احنا قلناها، المحافظه على الامان والاستدامه في قناه السويس، ان انت تعبر في التوقيت اللي احنا قايلين عليه. وبالتالي لما تحصل حادثه لازم انت تكون جاهز ان انت تتعامل معها بسرعه عشان ما تعطلش السفينه دي، ولا تعطل السفينه اللي وراها ولا اللي وراها ولا الكونفوي كله. فبالتالي انت جاهز سواء بالجراشات او بالرباط، جاهز بالاطراد اللي مصاحبه للسفينه دي او اللي قبليها او اللي بعديها، ان تنتقل على طول للمركب دي وتساعد معاها عشان الحادثه ما تتفاقمش. ودي مهمه جدا، يعني الحادثة ما تزيدش اكتر لو على انت بتدفع لها بعد كده. يعني عندنا احنا مركز الحركة والموجود في الهيئة في الثلاث مدن في السويس والسمالي شغال 24 ساعة مع المراكب وهي شغالة، بيبقى والاجهزة كلها مفتوحة على قناة واحدة، كله سامع من غير مش عايز ابلغ، انا شحط انا المركب عطلت كله سامع خلاص، مش محتاج ان انا اقعد عند على حد ابلغه. فبالتالي بمجرد ما الكل بيتسمع على طول احنا بننفذ في عندنا حاجه كده، ابعت 4 قطرات الاول على طول، بعد كده نشوف الموقف عامل ازاي ونبدا نبعت القطرات بقوه الشد المناسبه اللي تتعامل مع القطر. عشان كده يمكن الحوادث اللي حصلت في الفتره اللي فاتت لاحظنا برضو كلها ان كانت بتقعد 2 3 ساعات وكانت بتحل، لان احنا خدنا بالنا برضو مع ايفر جيفن الجاهزيه ان انت تبقى جاهز ان انت تتعامل مع الحوادث، وازاي بسرعه جدا تقلل الخطر او تقلل التاثير السلبي للحادثه دي، بانك تاخد الاول المركب دي على جنب تبعد عن الكونفوي، بانك تتعامل معاها وتبدا تصلحها او تقطرها لغايه البحيرات المره لغايه لما تصلح السفينه. فانا بطمنكم يعني ان زي ما بنقول احنا الاحصاء اللي احنا عملناه، لا الحوادث كلها خلال السنه اللي فاتت 9% من نسبه عدد السفن اللي مرت في قناه السويس. هنشوف فيديو كده للحوادث. الحمد لله احنا كل الحوادث عندنا ما بتحصلش كده. هنشوف كده، مش هنقول فين الحادثه دي، مش بس مش في مصر يعني. يعني شوف المركب واخده قطره ورايحه بيها فين، هتعمل فيها ايه؟ حادثه من الحوادث دي حادثه جسيمه، لان اللانش اتدمر ولا قدر الله يكون حد يكون مات فيها، دخلت يعني سويتها بالرصيف وفضلت مكمله معاها. فالحمد لله يمكن احنا ربنا يكرمنا ما تحصلش عندنا حوادث اللي زي كده. لكن بقول قصدي ان الحوادث تحصل في العالم كله، يعني مش بتحصل في قناة السويس بس، لا دي بتحصل في قطر، وساعات بتبقى حوادث كمان جسيمة جدا زي حادثة زي اللي احنا شايفينها دي. شوف المركب مكملة قضت على القطرة دي خلاص، خليتها كلها حتة حديد. الجزء الثالث من الاستراتيجية بتاعتنا اللي هي تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة. حقيقة الهيئة كان في 7 شركات موجودين في الهيئة، 7 شركات دول اتبنوا ونشؤوا مع افتتاح هيئة قناة السويس، يعني 150 سنة بعضهم كان شغال مع زي ترسانة بورسعيد مثلا، ترسانة السويس، يعني في شركات منهم قديمة جدا. وكان الفلسفة بتاعت الشركات دي انها ما بتدورش على ربح، الفلسفة بتاعتها انها كانت بتعمل خدمات لسفن قناة السويس والسفن العابرة في قناة السويس، سواء كانت في اصلاح في صيانة في قطعة غيار في تصليح وبتاع. فطبعا احنا عشان نحول الموضوع ده تبقى الشركات دي تبغي الربح بقى وتدور ربح، خدنا وقت كبير قوي. كنا عندنا شركة واحدة اللي كانت كسبانة و6 شركات كانوا خسرانين. احنا الحمد لله دلوقتي عندنا 5 شركات كسبانين وشركتين خسرانين، والحقيقة بس الشركتين الخسرانين دول لان طبيعة عملهم كانت متأثرة بالاحداث اللي حواليهم. ولولا ان احنا كورونا والحرب الاوكرانية والتضخم اللي حصل ده كان الشركتين السنة دول هيبقوا كسبين، لكن احنا بنصب ان شاء الله السنة الجاية الشركتين دول برضه هيخشوا وهيبقوا كسبانين، وما نقدرش نستغنى عنهم لانهم صناعات. يعني شركة حبال مثلا دي بتقدم الحبال كلها للسفن والمراكب وتبيع هنا وهنا، بتدخلهم في كل الشركات اللي مع الشركات الأجنبية كلها عشان نطلع بيهم وننهض بيهم. وإن شاء الله هم السنة دي يعني مشتركين مع شركة أنتي بوليوشن لجمع المخلفات الصلبة والسائلة، وهيبقى ليهم نسبة كل شركة ليهم 12%، هيعدوا الخسارة بتاعتهم على طول إن شاء الله السنة دي. فإحنا شغالين معاهم، لكن قصدي إن إحنا ما بنسكتش، يعني بنطور في الشركات بقى في اليوم أسلوب العمل مع القطاع الخاص، بيخشوا بياخدوا لدرجه انهم واخدين في حياه كريمه،
يعني عندنا شركه قناه المواني شغله بتاخد شغل في حياه كريمه وحفر ترع وفي كهرباء يعني ما بنسيبش حته دلوقتي اللي احنا ايه نخش فيها علشان نعظم من اصل موجود في الهيئه ما كانش بيبغي الربح قبل كده ودلوقتي بقى بيبغي الربح الحمد لله بيحقق ارباح كويسه. احنا برضو عندنا شركه الصناعة السمكي هي احنا برضو طورناها بالكامل تاني من اول جديد كلها وهي فيها حوالي دلوقتي 685 حوض لانتاج الاسماك كل حوض طورناه بدل ما كان فدان واحد بقى اتنين فدان كل حوض من دول وبننتج حوالي 1500 طن اسماك وجمبري سنويا وبنبغي ان شاء الله على اخر السنه اللي جايه ان احنا نوصل لضعف هذا العدد. برضو احنا يعني بنشتغل مع جهود الدوله لتنميه وجذب الاستثمارات الخارجيه عملنا شراكه مع شركه انكرج للاستثمارات عشان نعمل مصنع بتروكيماويات من البلاستيك والبروبان وده احدث مصنع هيبقى موجود في الشرق الاوسط هينتج 812 الف طن من مشتقات البتروكيماويات والراس المال بتاعه 2.5 مليار دولار امريكي. ده هيعمل ايه؟ طيب العائد الاقتصادي بتاعه 750 مليون دولار زياده في الاستثمار الاجنبي، مليار دولار بعد السنه الاولى، 2500 فرصه عمل، ودي مهمه جدا ان احنا برضو كل حاجه بنعملها بيبقى فيها فرصه عمل. سياده الرئيس بياكد ان 90% من العماله في اي مشروع جديد تكون مصريين، فانت بتتكلم برضو ان انت 2500 فرصه عمل، يعني بتتكلم في حدود 1800 واحد من 2500 او 1900 واحد مصريين هيشتغلوا في المشروع ده، وبنمضي معاهم على كده. مشروع الانتبوليوشن برضو 90% من العماله هتبقى موجوده فيه من المصريين. برضو في تنوع مصادر الدخل احنا حطينا او هنحط يعني قناه السويس او مصر بقى على خريطه الساحليه لليخوت. احنا دلوقتي بنطور عندنا ثلاث مواني لليخوت في بورسعيد والسويس والاسماعيليه، وسياده الرئيس كان امر ان احنا نطورهم بحيث يبقوا عالميين يضاهوا كل المراين اليخوت الموجوده في العالم، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي في مارينه اليخوت في الاسماعيليه كموديل او مثال هنعمله، وهنكمل الباقي على مينا اليخوت كمان جديد هتعمل تاني في الاسماعيليه برضو هتبقى صديقه للبيئه، واحنا كنا صدقنا عليها من سياده الرئيس. مده تنفيذ المشروع ده خلاص احنا تقريبا المشروع بتاع مارينه اليخوت في الاسماعيليه في خلال شهرين بكتير او اقل من كده يبقى جاهز للافتتاح ان شاء الله، ويشرفنا سياده الرئيس فيه في جميع الخدمات اللي ممكن تقدم لليخوت. ما كانش فيه ولا خدمه بتقدم لليخوت، بقينا هنعمل خدمه الوقود، تزود الوقود، خدمه الاصلاح، خدمه التراكي لمده طويله في المراين دي. والحمد لله احنا شغالين في موضوع عشان نحط هيئه قناه السويس ومصر على الخريطه السياحيه، وده مشروع بقى دلوقتي عالمي وفي العالم كله دلوقتي بيتكلموا على اليخوت ومراين اليخوت واهميتها وعمليه الجذب للسياح ولليخوت دي انها موجوده، ده اللي احنا بنعمله. برضو احنا كنا مع شركه ترسانه الجنوب البحر الاحمر برضو الشركه اللي قلنا عليها اللي هي قطاع خاص، عملنا اليخت اللي هو اللي احنا شايفينه امام حضراتكم ده اللي هو موجود هنا ده طوله 29 متر، يخت سياحي، وهنروج منه ان احنا نصنع معاهم، عملنا معاهم شراكه مع الشركه دي ان في حوالي يعني في العالم دلوقتي وبيتكلموا على ان في حوالي 1200 يخت مطلوبين في قوائم الانتظار، الشركات مش ملاحقه اللي بتصنع اليخوت دي انها تعملها، فاحنا نخش ناخد جزء من الموضوع ده، وبالتالي برضه تدخل عمله صعبه للبلد. كل المشاريع دي على فكره بتدخل عمله صعبه، يعني مشروع الانتبوليوشن ده مستهدفين له 200 مليون دولار في السنه مثلا، يعني زي ما شفتوا مشروع البتروكيماويات مستهدفين له 7500 دولار يوصل لمليار لمليون ونص دولار في السنه، يعني كل المشاريع تدخل ان شاء الله دخل قومي. وزي ما دايما بنسال مش عايزين نعتمد على قناه السويس بس كمجرى ملاحي، عايزين نقدم خدمات اخرى، لا بقى في خدمات اخرى دلوقتي، يعني في خدمه دلوقتي تموين للسفن بالوقود ما كانتش موجوده، وده كان يعني يعتبر كان عيب كبير جدا ان احنا على المدخل بتاع قناه السويس والهيئه الاقتصاديه ومصر ان ما بيبقاش في تموين بالوقود، كانت الناس بتنتظر لغايه لما تروح الشارقه ولا تروح سنغافوره عشان تموين بالوقود، لا بقى عندنا في السويس وعندنا بورسعيد والخدمه اشتغلت خلاص، مش لسه بنقول بنتفق، لا الخدمه بقت شغاله. ودي كل الحاجات اللي بتعمل دي على فكره بتعمل عمليه جذب للسفن، لان هو برده هو جاي بيحسب حسبته، انا رايح بعد كده كام يوم بعد ما اطلع من قناه السويس، ده انا همشي 21 يوم، طب انا ما عنديش وقود يكفيني، لا مش هخش قناه السويس مثلا يعني، وانا جاي الهيئه الاقتصاديه هقعد هنزل البضاعه هعمل، طب انا عايز امول، فبقى في تمويل. وبيمولوا امتى بقى؟ هو في منطقه الانتظار
بيقف في الانتظار ساعتين ثلاثه لغايه لما يخش قناه السويس، بيمون في الفتره دي كمان ما ضيعلوش الوقت بتاعه، وكل ده برضه هيدفع بالدولار ودخل بالدولار عائد على دي خدمه. خدمه الانتوبوليوشن دينا وجمع المخلفات اللي احنا بنتكلم عليها دي مع الشركه اليونانيه، وتوقعت خلاص اتفاقيه المساهمين بحضور دوله معالي رئيس الوزراء في 20 مارس. غير كده احنا خلصنا خلاص الاتفاق وخلص الموضوع، هنجمع المخلفات من السفن قبل دخولها قناه السويس سواء من الجنوب او من الشمال. مش بس هيجمع مخلفات، لا ده هيعمل عمليه تدوير للمخلفات دي في مصنعين هيبقوا موجودين، هيصنع مصنعين في السويس وفي بورسعيد، وبالتالي هيدور المخلفات دي ويطلع منها عائد وانتاج وتشغيل للناس. يعني كل المشاريع الحمد لله اللي احنا بنعملها بنفكر ان هي تبقى مشروع مشاريع استثماريه. لو بنتكلم بقى على محور الاستدامه، وده يمكن اخر بند، الحفاظ على البيئه، احنا يمكن في كوب 27 كنا اعلنا ان قناه السويس ان شاء الله قناه خضراء ب 2030. ما وقفناش عند دي، لا احنا خدنا بعض الخطوات، زي مثلا عندنا 16 محطه مراقبه وكنترول للسفن كلها بطول القناه بالكامل، دي برضه بتسيطر على السفن. السفن دي تحولت، المحطات دي تحولت كلها من الطاقه العاديه الى الطاقه النظيفه بالرياح وبالشمس، اوريدي شغاله، او يعني نقول يمكن اكتر من السومنج 8 دلوقتي من 16 او 9. خلاص عربيات المرشدين بالكامل غيرناها، حولناها من الوقود العادي للغاز، دي برضو من ضمن الحاجات. طبعا موضوع المخلفات والبيئه والتلوث والانشات الجديده اللي جبناها من فرنسا، كل دي بتخش في موضوع المحافظه على البيئه وتحول قناه السويس لقناه خضراء. برضو المسؤوليه المجتمعيه، طبعا احنا لا نغفل المسؤوليه المجتمعيه للهيئه سواء في المدن الثلاثه، ولو بنقدر نساعد كمان في اي مكان ثاني ما متاخرش. الانفاق اللي اتعملت، الخمس انفاق اللي اتعملوا وضاف عليهم احمد حمدي، وعندنا ست انفاق، اثنين في بورسعيد اثنين في السويس واثنين في اسماعيليه، دول تحت اداره وصيانه هيئه قناه السويس. بننقل المستثمرين وبننقل المصريين من الشرق للغرب والغرب للشرق، لا تزيد المده عن 12 ل 15 دقيقه، بعد ما كانت الشاحنات اللي عايزه تروح شرق بورسعيد او تنقل الحاجات تقعد بالاسبوع وال10 ايام عشان تنتقل من الشرق للغرب بالمعديات. المعديات لسه شغاله ما وقفناش، يعني عندنا 8 نقط للمعديات، عندنا 5 كباري عملناهم بطول القناه و6 انفاق، يعني عندنا 20 نقطه نقل من الشرق للغرب والعكس. فدي برضو خدمه مجتمعيه كل الناس اللي في سيناء. مدينه اسماعيليه الجديده هتخدم ازاي من غير ان انت تبقى تسهل العبور من الشرق للغرب؟ هعيش ازاي في مدينه تقول لي مدينه اسماعيليه جديده وعايز انقل سكان من غير ما انت بتخليني اعبر بسهوله؟ لا، بقى عندك ان انت تعبر دلوقتي بسهوله ويسر وفي زمن قليل وفي حاجه ادميه ومحترمه. برضو احنا الرعايه الصحيه عندنا المستشفيات بتاعتها كونسيس على اعلى مستوى، سواء كان في بورسعيد او في السويس او في الاسماعيليه، بنقدم الخدمات دي لاهالي المدن دي يمكن باسعار رمزيه جدا او ساعات كتير جدا مجانا طبقا للحاله الموجوده. المدارس برضه احنا بنقدم خدمه تعليميه في المدن الثلاثه بتاعت الاسماعيليه بافضل مدارس يمكن بيتهافتوا عليها، والناس بتقدم وتجيب وسائط عشان تخش مدارس بتاعت هيئه قناه السويس. يعني قصدي احنا في الخدمات ما بنتاخرش في الخدمه المجتمعيه. احنا على فكره من الميه بتاعت المدن الثلاثه هيئه قناه السويس هي اللي بتنتجها، واحنا اللي بنقيها، واحنا اللي بنحافظ عليها وبتعمل لها اختبارات. ففي المدن الثلاثه برضو بياخدوا من المحطات الميه بتاعت هيئه قناه السويس. الخدمات الرياضيه، يمكن سياده الرئيس السنه اللي فاتت افتتح القريه الاولمبيه في الاسماعيليه، ودي يمكن اشتغل البطولات الافريقيه اللي فاتت دي كانوا بيلعبوا عليها، وكلهم اثنوا على القريه دي وعلى قدرتها ان هي تبقى في مصاف القريات العالميه. يعني هي مش بس استاد، هي فيها اكتر ملاعب سواء كان الهوكي او للتنس او للسباحه، كل الملاعب الموجوده للقريه اولمبيه. طيب اللي اتعمل ده لقى نجاح، يعني كل اللي احنا بنقول عليه ده، هل كان ليه صدى في العالم بقى؟ يعني مش بنتكلم على مصر بس، احنا بنقول احنا عملنا احنا عملنا احنا كويسين احنا حلوين. ايوه، كان ليه صدى عالمي مش صدى في مصر بس. يعني في اشادات دوليه كتيره جدا من اول كورونا في 2020 لغايه ان احنا التعاون اللي عملناه مع العالم كله، ان احنا ننقل البحاره اللي كانوا عالقين وما بينزلوش اجازات 8 شهور على المراكب عشان حاسه كورونا، احنا اللي كنا بننقلهم. من ضمن الحاجات المركب الايطالي اللي احنا عديناها اللي كان عليها 62 حاله كورونا
وكانت مركب موبوءه، ووزاره الصحه والحجر الصحي قال يمنع عبور السفينه دي من قناه السويس ويمنع طلوع احد عليها، المركب موبوءه خطر. احنا عديناها بالارشاد من بعد، ما طلعناش مرشدين عليها لكن عملنا عمليه ارشاد من بعد عشان نقدم الخدمه دي حاجه انسانيه، لان الابطان كان بيقول لي الناس هتموت، يعني انا جاي بقى لي 21 يوم جاي من الجنوب مفيش ولا مين عايز يستقبلني، واذا انا ما اروحش ايطاليا دلوقتي الناس اللي عندي هتموت. واحنا عديناهم فعلا وتحملنا الريسك المحسوب وخليناهم يعبروا في قناه السويس بالارشاد من بعد، قاطره قدامها قاطره خلفها، والمرشدين كانوا على القطارات دي باتصال بالابطان، ونجحنا ان احنا يعني قصدي احنا كنا بنقدم خدمات دوليه وعالميه انسانيه بدون ما نطلب مقابل ليها، ودي حققنا بيها برضو الارشادات اللي احنا بنقول عليها دي، وبرضو الحادثه بتاعت ايفر جيفن واللي قدمناه للطاقم خلال الست ايام، واللي قدمناه لل 422 اللي 22 سفينه اللي كانوا عالقين مستنيين لما قناه السويس تتفتح عشان يخرجوا بما فيهم. يعني عايز اقول كان في ست مراكب عزكم الله يعني كانت ماشيه، ولو سبناهم الست ايام دول كان الماشيه دي ما فيش اكل معاهم، جبنا لهم علف وجبنا لهم اطباء بطريين. يعني قصدي مش بس قدمنا بقى الخدمه اللي هي بتاعه الانقاذ السفينه واهتمينا بيها بس، لا برضو الحاجات الانسانيه وحاجات الشغل دي اشتغلنا مع حاجات دي. كل حد كان بيطلب حاجه في المراكب المنتظره دي من وقود او اكل او ميه عايز يخرج يتفسح كنا بننقلهم برضو، وحتى المركب نفسها اللي هي الايفر جيفن نفسها كل الخدمات كانت بتقدم وكل الدعم ليهم كانوا بتقدمه للسفينه دي. فالحمد لله يمكن برضو سفن الحاويات ايه اللي خلى في الفتره اللي فاتت اكتر من سفينه حاويات، ان كل شويه نقول لكم اكبر سفينه عبرت اكبر سفينه عبرت اكبر سفينة. كل دي من اولا الثقه العاليه جدا دلوقتي اللي بقت موجوده في قناه السويس، الخدمه الممتازه اللي بتقدم في قناه السويس، ثقتهم ان انت فعلا هيعبر بامان في فتره ال 11 ساعه اللي احنا بنقول عليها. ويمكن ده برضو من ضمن الحاجات اللي كنت بتكلم عن 107 سفينه، اعلى معدل في 13 مارس السنه دي كان 107 سفينه، ودي كانت حموله عليها 6 مليون طن، ودفعوا في اليوم ده السفينه دي 107 سفينه دفعوا 41 مليون دولار او 42 مليون دولار. طيب النتاج ايه بقى؟ يعني في نهايه كلامي طبعا بفضل الله ومتابعه يوميه من سياده الرئيس ومجهود ابنائي في الهيئه ومشكورهم عليه، يعني اعلن لحضراتكم لاول مره في تاريخ القناه اعداد السفن. يعني احنا كل ده حصل في ظروف يمكن الاربع سنين دي كلهم عدوا على العالم كله في صعوبه، سواء كانت كورونا وطبعا المركب الايفر جيفن عطلت القناه ست ايام، الحرب الاوكرانيه الروسيه، التضخم والكساد. يعني خلال الاربع سنين دول احنا بنتكلم على اربع سنين صعبين، كان المفروض يبقى في مقابل ليه انا عندي دلوقتي اكسكيوز، انا عندي في مشاكل فانا اخسر، يعني مش يعني ما حدش يعني. لكن الحقيقه ان احنا لو بصينا كده في 2019 2020 احنا حققنا 5 مليار و700 مليون، في 2021 حققنا 5 مليار 800 مليون، في 21 22 حققنا 7 مليار دولار سنه ماليه، بتكلم عن سنه ماليه. السنه دي في السنه الماليه دي محققين 9 مليار و400 مليون دولار. ال 9 مليار و400 دول بزياده 35% على السنه اللي فاتت. انا برضو باكد واقول ان لو ما فيش نجاحات متراكمه على بعض ما فيش خدمه بتقدم كويس، انا ما وصلش للرقم ده طبعا، لا يمكن نوصل، اوصل زي السنه اللي فاتت، اوصل زي السنه اللي قبليها، اقول الحمد لله ان احنا في حرب الروسيه الاوكرانيه ده تضخم الموجود والكساد اللي موجود، وقبل كده مرينا على كورونا، وقبل كده مرينا على جائحه المركب ايفر جيفن قعد ست ايام ما فيش مراكب بتعدي في قناه السويس وكنا بنخسر الحصاد اليومي، لكن الحمد لله لاول مره في تاريخ القناه ان احنا نحقق 9 مليار و400 مليون. بنوعدكم ان شاء الله ان احنا في كل سنه زي ما احنا شفنا كده هتقدم، برده ان شاء الله احنا الطموح عندنا ما بيقفش ملوش حدود، ان شاء الله برده السنه الجايه نقعد مع بعض سواء الموجود يعني انا او غيري او اي حد ان احنا نكون في تقدم ان شاء الله من سنه الى سنه. ومره تانية بشكركم على تواجدكم وعلى استماعكم، وعلى اسف ان كنت اطلت لكن كان مهم قوي نقول احنا عملنا ايه. شكرا.